الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتين. اليوم حلقتنا مخصصه لنحكي ونشرح فيها عن سكر الاطفال، وطبعا بالحلقه بدنا نحضر اطباق خاصه مفيده جدا لهالحاله، واهم شيء الاطفال دائما بيطالبوا فيها وبحبوها كثير. سكر الاطفال بيقولوا عنه كمان السكر اللي هو النوع الاول، هو عادة بصيب الأطفال وصغار السن اللي هن أقل من 25 سنة. أما السبب لوجود سكر الأطفال هو عجز بالبنكرياس على إفراز هرمون معين وهو هرمون الأنسولين. خلايا البنكرياس هي مسؤولة عن إفراز هالأنسولين، وبسبب فيروس ما بنعرف لهلأ شو أسبابه ممكن يصيب هالخلايا وبيهاجم هالخلايا، هذا الشيء بخلي انه ما بقعد في عنا بهالجسم افراز للانسولين. ونسبة الاصابة عادة بالسكر الاول او سكر الاطفال هو 10% و90% هو بيكون للسكر اللي هو لكبار العمر او السكر اللي هو النوع الثاني. كتير مهم نعرف شو هي الاعراض اللي بتصيب الطفل اللي هو عنده سكر النوع الأول أو سكر الأطفال حتى الأهل يكون عم ياخدوا بالهم من هيدا الموضوع. عادة الطفل إذا بعد ما اكتشفنا أنه عنده سكر الأطفال شو هي الأعراض اللي بتكون عنده؟ لكن زيادة بالتبول، فقدان الوزن، بصير يخسر وزن بشكل سريع من دون ولا أي سبب، زيادة العطش بشكل كبير وبصير يشرب مي كتير، ورغم هيدا الشيء بيكون عنده جفاف كتير بالجسم وبالفم، يعني على طول عنده جفاف بالفم. كمان بيكون عنده تعب، ما بيكون عنده تركيز خاصة بالمدرسة، بيكون عنده أرق، ما بيقدر ينام منيح، وصداع ووجع راس دايم. إذا بدنا نحكي عن الوقاية والعلاج، طبعا نحن ما فينا نتوقع أو نعمل وقاية للأسف لا مرض السكر نوع الواحد، عكس طبعا السكر نوع اثنين اللي رح يكون عندنا حلقة مختصة ونحكي عن وقايته وعلاجه. أما للأسف للسكر نوع الأول ما في وقاية، الفيروس لما يجي ويضرب خلايا البنكرياس ما فينا نعمل شيء. أما العلاج هو عن طريق الأنسولين، بدنا ناخد حقن أنسولين، وهالأنسولين بده يكون مقسم خلال اليوم على حسب الوجبات. طبعا قبل الوجبات بيكون في عنا جرعة من الأنسولين، وبالليل قبل النوم بده يكون في عنا جرعة لحتى تحافظ على نسبة السكر بالدم ما يعلى خلال فترة النوم. كتير مهم كمان نحكي عن إجراءات للأهل لازم يكونوا عم بياخدوها. أول شيء الأهل بدهم يكونوا مستوعبين إنه طفلهم مريض السكر هو طفل عادي مثله مثل أي ولد تاني، ما لازم يكون عندهم هالخوف الزايد من هيدا الحالة إذا عرفوا كيف يتعاملوا معه. أول شيء لازم يكون طبيعة الحال هالطفل اللي بيروح على المدرسة لازم الأهل يكونوا عم بخبروا إدارة المدرسة والمعلمين المشرفين على طفلهم المسؤولين عنه، لازم يخبروهم عن انه هالطفل بيعاني من مرض السكر، ولازم يوعوهم يخبروهم لانه المدرسه ان كان اداره او معلمين يمكن ما عندهم الوعي الكافي ليعرفوا شو العوارض تبع السكر، يعني الهبوط او انه يعلى السكر بالدم او انه يهبط السكر بالدم. والاهل لازم يكونوا كمان عم بخبروهم عن الاجراءات اللي لازم ياخذوها في حال هبوط أو ارتفاع السكر بالدم، لحتى برضو الإدارة والمعلمين يكونوا على طول عم بيراقبوا الطفل. كمان نقطة تانية لازم نكون عم ناخدها من ضمن الإجراءات هي لازم نخلي مع الطفل جهاز فحص السكر موجود معه بالشنطة، ولازم نترك معه حقن الأنسولين، ولازم نعطيه وجبات طعام مناسبة لحالته. طبعا نحن رح نحكي بالتفاصيل خلال الحلقة عن الأطعمة المناسبة لحالة الحالة أو لمرض السكر، ولازم يكون معه أطعمة بترفع مستوى السكر بالدم بشكل سريع مثل عصاير أو بونبوني أو قطعة شوكولا، لازم تكون موجودة لا يستعملها عند الهبوط. هلأ من بعد ما حكينا شوي وعملت مثل هيك مثل مقدمة تعرفكم عن شو هو مرض السكر، مثل ما قلت لكم حلقتنا اليوم هي لحتى نحضر فيها أطباق كمان لنحكي عن مرض السكر وكيف نتعاطى معه ونتعامل معه خاصة عن طريق التغذية. مشان هيك بدنا نحضر مع بعض أطباق
بحبوها الأولاد كتير وبنفس الوقت مفيدة جداً لإلهم ولحتى يكونوا عم يتناولوا ينبسطوا بالأكل وبنفس الوقت يكونوا عم يحموا حالهم من ارتفاع أو حتى هبوط السكر بالدم. خلينا نقوم مع بعض لحتى نشوف شو الأطباق اللي رح نحضرها اليوم. عنا 4 أطباق وإن شاء الله نلحق، رح أجرب قد ما في يكون عم حضرهم بسرعة حتى نلحق نخلصهم خلال الحلقة مع كل المعلومات اللي بدي أعطيكم إياها. كمان أول طبق هو الطوّ، الأولاد والأطفال كلها بتحب دايماً لما نريخدهم ظهرهم على مطعم مثلاً أو بالبيت بحبوا كتير الطوّ. اليوم رح نحضره بطريقة صحية أكتر ورح نزيد عليه أنواع مختلفة من الخضار اللي بتفيد كتير كتير طفل اللي هو بيعاني من مرض السكر. تاني طبق رح نعمله هو البيتزا، أطفال كلها بتحب البيتزا، بس لما نقول سكر وبيتزا منخاف نقول لا في نشويات كتير في عجين كتير. رح نحضر بيتزا كتير صحية ورح نزيد عليها الريحان ونحكي عن علاقة الريحان بمرض السكر. ورح نعمل البطاطس اللي هي مفروض تكون بطاطس محمرة، بس بما أنه البطاطس المحمرة بترفع نسبة السكر بالدم رح نحولها لنعملها بطاطس صوابع كمان مشوية بالفرن مع التوابل. وأخيرا ما فينا ما نقدم طبق حلو كمان لكل طفل بيعاني من مرض السكر ورح نعمل مع بعض بسكوت الشوفان والزبيب وكمان نحكي عن فوائد الشوفان وعلاقته بمرض السكر.